لسه ما اتعلمتش؟ قسما بالله العلي العظيم يكون معلقك زي الدبيحة وسط البلد يا مروان. تصدق انت صعبان عليا قوي. بكره نشوف انا هعمل فيك ايه. يعني لسه ما اتعلمتش ومش عاوز تفهم. افهم ايه؟ كل ده عشان مراتك حامل وهتجيب لك عيل. عايزه يكوشها الدنيا باللي فيها والكل يبقوا خدامين عندك. مين اللي قال لك ان انا عايزك ده؟ امال اللي بتعمله ده ليه؟ تقصد بيه؟ لو بتسمع الكلام ما كانش ده حصل. انا عمري ما هبقى عبد الله ولد عبد الحكيم. ايوه امال ايه؟ انت فاكر ان هبقى خدام تحت رجلك وهستسلم زي عمك عبد الله؟ لا مش هيحصل. واللي حصل ده طار بيني وبينك، مش هيكفيني فيه موتك. اللي انت عملته ده يا مروان قد عصلت الدم بيني وبينك. يعني الدم اللي بيجري في عروقي مش هو الدم اللي بيجري في عروقك. اذا كان امك رمت طوبتك وقالت انك مت وخدت العزا فيك، فانا مش هاخد عزاك الا لما ادخلك القبر بيدي. يا واد هات الجدل ده. تعلم.